المجموعة الأولى تضم كل من صاحب الأرض منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو ومنتخب إثيوبيا ومنتخب الرأس الأخضر. المجموعة الثانية تضم كل من منتخب السنغال ومنتخب زيمبابوي ومنتخب غينيا ومنتخب مالاوي. المجموعة الثالثة تضم كل من منتخب المغرب ومنتخب غانا ومنتخب جزر القمر ومنتخب الجابون. المجموعة الرابعة تضم كل من منتخب نيجيريا ومنتخب مصر ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو. المجموعة الخامسة تضم كل من حامل اللقب منتخب الجزائر ومنتخب السيراليون ومنتخب غينيا الاستوائية ومنتخب ساحل العاج. المجموعة السادسة والأخيرة تضم كل من منتخب تونس ومنتخب مالي ومنتخب موريتانيا ومنتخب غامبيا. ملعب بولمبيا يقع المجمع في حي أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ويتسع الملعب ب60,000 متفرج، وقيم الملعب على مساحة 34 هكتار، ويبعد عن وسط المدينة ب13 كيلومترا، ويعتبر الملعب الأكبر في دولة الكاميرون والتاسع في إفريقيا. وقد أشارت تقارير إلى أن القيمة المالية لبناء الملعب قدرت في البداية بحوالي 163 مليار فرنك كاميروني، وهو ما يعادل 248 مليون يورو، إلا أن فاتورة بناء الملعب ارتفعت إلى أكثر من 330 مليون يورو، وبالتالي سيكون أغلى ملعب تكلفة في القارة الإفريقية. كما يضم المجمع ملعبين للتدريب بسعة 1000 مقعد وصالة للألعاب الرياضية وكرة اليد وكرة السلة والطائرة، إضافة إلى ملعب كرة المضرب مع مسبح أولمبي وفندق 5 نجوم يحتوي على 70 غرفة ومركز تسوق ومتحف وسينما. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الأولى التي تضم صاحب الأرض منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر، وتشمل كذلك المباراة الافتتاحية والمباراة الختامية، إضافة إلى مباراة بالدور الثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي. ملعب أحمد أهيتشو يتسع الملعب ب42,500 متفرج. يقع الملعب في العاصمة الكاميرونية ياوندي. يعد الملعب من أعرق ملاعب كرة القدم في دولة الكاميرون، حيث أنشئ الملعب عام 1972، ثم لحقته عملية إعادة تهيئة وتطوير، وتم افتتاحه عام 2016 من أجل استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي كان من المقرر أن تستضيفها الكاميرون قبل أن يتم نقل البطولة إلى مصر. يعد الملعب هو الملعب الرئيسي لفريق كانون ياوندي وتونير ياوندي. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخب المغرب ومنتخب غانا ومنتخب جزر القمر ومنتخب الجابون، إلى جانب مباراة في الدور الثمن النهائي. ملعب لينجو ملعب متعدد الأغراض يقع بالمدينة التي يحمل اسمها لينجو، والتي تقع غرب العاصمة الكاميرونية ياوندي وتبعد عنها ب312 كيلومترا. يتسع الملعب ب20,000 متفرج. تم وضع حجر أساس الملعب سنة 2009 وبدأ الشروع في بنائه سنة 2012، وتم افتتاحه يوم 26 يناير سنة 2016، وهو من الملاعب القليلة في العالم المبنية على تل، ويتمتع بإطلالة خلابة على البحر. ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباريات المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخب تونس ومنتخب مالي ومنتخب موريتانيا ومنتخب غامبيا، إلى جانب مباريات من دور الثمن النهائي. ملعب زابوما ستاديوم يقع ملعب زابوما ستاديوم في مدينة طوالا، ويتسع ل 50,000 متفرج، ويعتبر ثاني أكبر ملعب في الكاميرون بعد ملعب بولبيا. وضع حجر الأساس لبناء الملعب يوم 11 من فبراير سنة 2017، واستغرقت عملية بنائه ما يقارب 20 شهر، حيث تم افتتاحه يوم 30 نوفمبر 2019، وبلغت تكلفة بنائه أكثر من 150 مليون دولار. يحتوي الملعب على 19 باب دخول و48 مخرج لتسهيل عملية الإخلاء في حال الطوارئ، كما يضم ملاعب كرة اليد والطائرة والسلة والتنس، مع مسبح أولمبي من 8 ممرات ومراكز تجارية وقصر مؤتمرات وفندق فاخر من فئة 4 نجوم، مع موقف سيارات تصل طاقتهم الاستيعابية إلى 6,000 مركبة، بجانب تزويده بمولدان احتياطيان لتوفير الطاقة في حال انقطاع التيار الكهربائي. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الخامسة التي تضم كل من منتخب الجزائر
ومنتخب السيرا ليون ومنتخب غينيا الاستوائيه ومنتخب ساحل العاج، اضافه الى استضافته مباراه من دور الثمن النهائي ومباراتين من ربع النهائي واحدى مباراتي دور النصف النهائي. ملعب غومدي أضاجيا ملعب متعدد الاغراض يقع في مدينه كاروا، وهي ثالث اكبر مدينه في الكاميرون من ناحيه تعداد السكان. يتسع الملعب 30,000 متفرج. تم بناء الملعب سنة 1978 وأعيد تطويره سنة 2018، وهو الملعب الرئيسي لفرق كوتون سبورا كاميرون. سيحتضن الملعب مباراة المجموعة الرابعة التي تضم بين منتخب نيجيريا ومنتخب مصر ومنتخب غيني بيساو، إضافة إلى مباراتين من دور الثمن النهائي وربع النهائي. ملعب كريكور هو ملعب متعدد الأغراض يقع في كريكور، إحدى ضواحي مدينة بافوسام في المنطقة الغربية للكاميرون، وهي ثالث أهم مدينة اقتصادية في البلاد. يتسع الملعب 20,000 متفرج. تم وضع حجر أساسي سنة 2015 من أجل استضافة مباريات كأس أمم أفريقيا قبل أن يتم نقل القوى إلى مصر. يستخدم الملعب كذلك في منافسات ألعاب القوى، وسيستضيف الملعب مباريات المجموعة الثانية التي تضم بين منتخب السنغال ومنتخب زيمبابوي ومنتخب غينيا ومنتخب مالاوي، إضافة إلى مباراة في دور الثمن النهائي. أعلن الناخب الوطني وحيد هالي لوزيتش عن لائحة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس إفريقيا 2021، وفيما يلي أسماء اللاعبين المنادى عليهم. في الحراسة ياسين بونو إشبيليا الإسباني، مونير محمدي هاتشاي سبور التركي، وأناس زنيتي حارس الرجاء الرياضي. في الأظهرة أشرف حكيمي المدافع الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي، سوفيان العكوش المدافع الأيمن لميتز الفرنسي، آدم ماسينا المدافع الأيسر لفريق واتفورد الإنجليزي، وسوفيان الكرواني المدافع الأيسر لفريق نيميخين الهولندي. المدافعون غانم سايس ولفرهامبتون الإنجليزي، نايف أجرد رين الفرنسي، سوفيان شكلا أود هيفرلي لوفن البلجيكي، وسامي ماي فرينك فاروزي المجري. في الوسط سوفيان أمرابط فيورنتينا الإيطالي، أيمن برقوق أينتراخت فرانكفورت الألماني، فيصل فجر سيفاسبور التركي، الوافد الجديد عز الدين والناحي أونجي الفرنسي، إلياس الشاعر كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، عمران لوزا واتفورد الإنجليزي، وسليم أملاح ستوندار ليج البلجيكي. المهاجمون زكريا أبو خلال أزيد ألكمار الهولندي، الوافد الجديد عبد الصمد الزلزولي برشلونة الإسباني، سوفيان بوفال أونجي الفرنسي، مونير حدادي إشبيليا الإسباني، أيوب الكعبي هاتاي سبور التركي، يوسف نصيري إشبيليا الإسباني، وريان مي فرينك فاروزي المجري. وأكد الناخب الوطني أنه من الممكن أن تطرأ بعض التغييرات على هذه اللائحة في قادم الأيام.